استغل السيد مصطفى بن جعفر مشاركته في مؤتمر الحزب الاشتراكي الأوروبي ليوجه رسائل إلى الأحزاب الاشتراكية التقدمية في أوروبا المشاركة في المؤتمر من أجل طمأنتها على المسار الديمقراطي في تونس ومطالبتها بالتدخل لضمان كرامة المهاجرين التونسيين حتى المقيمين منهم بطريقة غير شرعية وخاصة القاصرين، علاوة على المطالبة بتسريع وتيرة استرجاع الأموال التونسية المنهوبة. يقدم لتونس أولا مساندة لتونس الوقوف إلى جانبها في هذا الوقت والمحطة الدقيقة التي تمر بها، وخاصة ربما الضغط على حكوماتهم حتى تسترجع تونس الأموال المنهوبة والتي وقع رصدها في البنوك الغربية، وهذا نوع من أنواع التضامن اللي باش يكون الشعب التونسي حساس ليه بالخصوص. في كلمته أمام المؤتمر أثنى بن جعفر على التنظيمات التقدمية الأوروبية التي ساندت الشعب التونسي وقواه الحية طوال سنوات الجمر، مذكرا بأن تونس لا تزال في مرحلة البناء الديمقراطي ما يجعلها في حاجة مستمرة لدعم كل التقدميين وثقتهم. المؤتمر كان أيضا فرصة للتباحث مع العديد من المسؤولين السياسيين. هذا شرف كبير أن يشارك رئيس المجلس الوطني التأسيسي إلى مؤتمرنا، كما نحن سعداء بانضمام حزبه إلى عائلتنا السياسية. فالحزب الاشتراكي الديمقراطي دائم الاهتمام بدعم الربيع العربي، ونتمنى كل النجاح لتجربة الحكومة الديمقراطية في تونس. بسعادة بالغة نستقبل ممثل تونس الديمقراطية بيننا، رجل محترم جدا يمثل التطور الديمقراطي التعددي لتونس. هذه التوليفة أساسية جدا، التعددية والديمقراطية، إنه تحد أيضا لأن الثورات ابتدأت فقط ولم تنتهي بعد. بن جعفر عرض لمخاطبيه الأوروبيين ملامح المرحلة السياسية الدقيقة التي تشهدها تونس والقائمة على التوافق حول الدستور وترسيخ الديمقراطية، وذكرهم بالإرث الثقيل للديكتاتورية وبأن المصاعب الاقتصادية والاجتماعية في تونس تتطلب تدخلا من أصدقائها قصد المساعدة.